نبضات، نبضات القلب، محرك الحياة. النبضات بطيئة ومنتظمة عندما يكون الوضع هادئاً وآمناً. إلا أنها تصبح جامحة وخارجة عن السيطرة عند مواجهة عدو ما. طائر الحبار الشمال أفريقي بانتظار أخطر أعدائه. الصقر. حقا لقد خلق الله كائنات رائعة. المناظر الخلابة من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا يفوق جمالها جمال السماء. جبل هائل يحد صحراء من الحجارة والحصى. مكان مثالي لمجموعة من الرجال تقوم بما توارثته على مدى أجيال، الصيد بالصقور. فوق الصحراء الكبرى الواسعة نرى طيور الحبارة تحلق في الجو مصفقة بأجنحتها غير آبهة بشيء، غافلة عن المخاطر. لكن حيثما ذهبت عدوها اللدود باق في الجوار، الصقر. بشكل مفاجئ وهادئ يندفع المفترس نحو فريسته. بمساعدة التصوير البطيء نتمكن تماما من رؤية القوة التي يغرز بها الصقر مخالبه في ريش الحبارة. عندما يكون متمكناً من قبضته، يكون من السهل على الصياد صغير الحجم إجبار فريسته على الهبوط. يتطاير الريش في الهواء مع هبوط الطائرين نحو الأرض. سيتم حسم الصراع على الأرض، إلا أن جميع محاولات الحبارة التصفيق بجناحيها هاربة لم تجد نفعا. نجح الصقر بلث مخالبه حول حنجرة الحبارة، قبضة خانقة لا يمكن الإفلات منها. بعد هذه المقدمة الرائعة يتجمع الصيادون لاحتساء الشاي وتبادل الحديث. مجموعة جديدة من طيور الحبارة تلاحظ عن بعد. ينطلق الرجال بسرعة في سياراتهم منسقين المطاردة بالأجهزة اللاسلكية. تكنولوجيا جديدة لتقاليد صيد قديمة تساعد صيادي عصرنا الحديث. الرابع اللي بيكون يستعجل، ترى الوقت قريب، يستعجل. منطلقاً بسرعة كبيرة يحذف الصقار الشاهين من فتحة السيارة ليساعده على الانطلاق، أسلوب عرف به أهل الطيور في قطر. وبسرعة يقترب الصقر لهجومه الأول. إلا أنه هذه المرة لم يتمكن من إصابة رأس فريسته.
إنما أمسك بطرف الجناح. فوراً يتابع الصياد مطاردته، وهذه المرة بنجاح. في الهجوم الثاني يتمكن الصقر من غرز مخالبه في الحبارة، وبمساعدة التصوير البطيء نستطيع أن نرى وبوضوح كيف يغرز الصقر مخالبه في ذيل طائر الحبارة. مرة أخرى يتمكن طائر الحبارة من التملص من قبضة الصقر القاتلة، وإن كان الثمن بضع ريشات. الثالثة ثابتة، الحبارة من نصيب الصقر. لا يتنازل الصقر، ها هو يجر فريسته إلى الأرض بسرعة هائلة. يدور الطائران خلال الهبوط في حركة أشبه بالهبوط الحر. لهذا الهبوط خطة، وهذه الخطة تبدو ناجحة. يطارد الصقار الحبارة رافعاً إياها عالياً. وذلك لضمان عرض مثير وشيق. مرة أخرى يبدأ العرض. بمجرد بدئه الطيران تبدأ المطاردة. تحاول الحبارة تفادي الصقر من خلال طيرانها السريع ومناوراتها الحادة. غير أن الصقر لا يحيد عن هدفه وينقض على فريسته. الضربة القاضية. بمساعدة التصوير البطيء نتمكن من رؤية التفاصيل بوضوح. بالرغم من نجاح طائر الحبارة في مراوغة الصقر، إلا أنه لا يتمكن من التملص من مطارده العنيد. يحافظ الصقر على هجمات متتالية دون كلل. من السهل علينا ملاحظة كيف نجح الصقر بمساعدة ضربات جناحيه الأسرع من تقليص المسافة بينه وبين الفريسة. الصقر واثق بقدراته وسرعته. هجوم. لكن الحبارة تتمكن من الهرب. تحاول الحبارة تجنب مصيرها بالاختباء خلف شجيرة وتختبئ في محيطها، لكن لا يمكنها خداع عينا المطارد الحادة. إنه يجفل فريسته من مكان اختبائها وينقض عليها.
الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا توفر مشهداً رائعاً لكل من يقدر جمال الصحراء. مكان مثالي لاستراحة منعشة من رحلة صيد. الطعام الطازج يجهز على طريقة الصيادين. يستحق الصيادون استراحتهم. كل من الإنسان والحيوان والمعدات يحصل على قسط من الراحة. انتهت الاستراحة، حان وقت الصيد. تتنزه الحبارة في الصحراء الكبرى دون قلق، وقد تكون السيارات والناس من حولها قد أثارت فضولها. لا توفر النباتات في هذا الجزء من الصحراء الكبرى مخبأ كافيا، ويبدو أن الحبارة قد تخلت عن حذرها. باستخدام الجترة يتم إخافة الطائر الذي ينطلق محلقا في لحظة. فجأة تفقد الحبارة هدوءها وإحساسها بالأمان، فقد لمحت عدوها، وبهذا يبدأ الهجوم الأول. لا يكاد الطائر الكبير يدرك ما يحدث ويهاجم الصقر من جديد، هذه المرة من الجهة المعاكسة. ولا تنجح حركات الدفاع كنفخ الريش والتهديد في ردع الصقر الذي يبدو كمن يداعب أو يلهو بفريسته. بمساعدة التصوير البطيء نرى الإتقان والدقة في عمل الصقر. في كل هجوم يخسر طائر الحبارة بعضاً من ريشه الذي يتساقط على أرض الصحراء. في هذه اللحظة وحده الصقر هو سيد الأحداث، قادر على السيطرة ومهاجمة فريسته ساعة يشاء. مرة أخرى يهاجم الصقر من الأمام، نازعاً مجموعة كبيرة من الريش. وكما لو كان على دراية بأنه لا أمل له في الهروب من ورطته، يحاول طائر الحبارة أن ينجو بمساعدة الهجوم المضاد. يبدو أن الخصمين يراقبان بعضهما البعض في محاولة لتقييم الطرف الآخر. كل منهما ينتظر خصمه ليبدأ بالمواجهة، ثم أخيراً المقطع الأخير المميت من المسلسل يتكرر من جديد. ما التقطته مخالب المفترس لن يتمكن من الهروب. هذا الصراع أيضا قد تم حسمه. فرقة الصيادين تكمل مسيرها. لقد تم اصطياد عدد من طيور الحبارة، لكن لا بأس باصطياد المزيد. بضربات أجنحة قوية وسريعة
يحاول طائر الحبار الهروب، ما إن لمح الصقر فريسته حتى بدأت المطاردة، بداية سباق جديد بين الحياة والموت. الضربة الأولى مذهلة، بالرغم من أنه نزال فيه منتصر واحد فقط، إلا أن تشابك الحبار والصقر أشبه بلوحة راقصة تخطف الأنفاس، لحظة صعبة التفسير يختلط فيها جمال الطبيعة بقسوتها. ما شاء الله، لحظة توتر، فالنتيجة غير مضمونة. من سيخرج منتصرا في المعركة الجوية؟ ومن جديد تحاول الحبار التملص من مطاردها، إلا أن الصقر قوي ومثابر، ما أن يرى الهدف يكون من الصعب التخلص منه. يا هادي انت تدريه، يا هادي انت تدريه، يا الله يا الله، عساي فكرني حاكم ترى. هجوم الصقر التالي، نجاح. ما شاء الله، تتمكن الحبارة أن تهرب من الهبوط الإجباري. يستمر المشهد على ارتفاع بضعة بوصات عن الأرض. يظهر المشهد محاولات الصقر في تحسين موقع الهجوم. يا الله تهينا، يا الله تهينا. عندها تأتي فرصته. بادي بادي مع راسها، ما شاء الله عليه. التصوير البطيء مع تقريب الصورة يمكننا من دراسة حركة الصياد والفريسة مع تفاصيل أكثر. بفضل قدرته على الاحتمال ومهارته الجسدية، يستطيع الصقر أن يفرض السرعة ويقترب أكثر من الهدف. المسافة مناسبة للهجوم، هجوم ذكي من الطير الجارح يجعل الفريسة في قبضته، لكن مع ذلك يتمكن طائر الحبارة من الإفلات. بمساعدة رغبتها القوية في البقاء على قيد الحياة، تنجح الفريسة في نزع نفسها من قبضة مطاردها القاتلة وتهبط هاربة. لكن الصقر لا يتراجع، كل ضربة من جناحيه تقربه من فريسته. وعند اقترابه يفك الصقر الريش العالق بين مخالبه مستعدا للهجوم. تظهر الصور بوضوح الفرق بين مسارات الخصمين، سرعة الصقر المفرطة تحمله بعيدا، تسارعه الهائل يقربه بما فيه الكفاية. ضربة، هل سيتمكن الصقر من تسديد ضربة قاضية تجبر الحبار على الهبوط؟ لكن مرة أخرى تتمكن فريسته من التملص وتحاول الهروب من جديد، ويستمر الصراع. شيئا فشيئا يقلص الطير الجارح المسافة بينه وبين الفريسة، محافظا على بقائها في مجال الرؤية. مرة أخرى تجد الفريسة نفسها على مرمى من الصقر. انعطاف حاد نحو اليمين بسرعة 50 كيلومترا في الساعة تبعد الحبارة عن مطاردها. إلا أن الصقر لن يستسلم. يقترب الطائر الجارح أكثر
أكثر فأكثر. تقوم الحبارة بالتفافة في الجو في محاولة للإفلات من مطاردها، إلا أن الأمر لا يثني الأخير عن هدفه. بالرغم من أن سرعة الحبارة في المنعطف تبعد الصقر، لكنه يتمكن من اللحاق في الطيران بخط مستقيم. الهجوم التالي. مناورة الحبارة الماهرة تمكنها من البقاء في السباق. حيث توجد الحياة يتواجد الأمل. إلا أن الخدعة لا تنطلي على الصقر، ها هو يستعد للمشهد الأخير. في صحراء شمال إفريقيا ينزل الصياد الطريدة، وبهذا تنتهي مبارزة مثيرة تتسم بالقوة والإصرار. الصحراء الكبرى هي أرض صعبة حتى للسائقين المتمرسين، لذلك ليس غريباً أن تفشل حتى أحدث الوسائل التكنولوجية. يبدو أن السائق لا يستطيع سماع صيحات التشجيع من رفاقه وتوجيهاتهم، وإلا ما تفسير إخفاقاته؟ لكن ها هو ينجح في الوصول إلى أعلى التلة. وهو ما يسعد رفاقه. يلمح الصيادون مجموعة من طيور الحبارة في وسط الصحراء الكبرى. سيشهدون الآن مبارزة مذهلة. يهاجم هذا الصقر 4 حبار في آن واحد. من ارتفاعه الشاهق يقوم الصقر بسلسلة من عمليات الهبوط باتجاه الحبار تحته. أخيراً يختار الصقر ضحيته. في البداية تنجح الحبار في تجنب مخالب مطاردها، إلا أن الصقر لا يعرف الرحمة ويتابع هجومه. مرة بعد مرة يطارد الصقر الطيور كأنه يرعاها. يبدو الصقر مستمتعا بالمطاردة. قول يا سيف، أظن يبي يوسمها كلها قبل ما يصيد. شكر الله شكر الله، تعاون من الريح. ستفقد الحبار المزيد من الريش حتى يكون الصقر جاهزاً لهجومه الأخير. صحراء شمال إفريقيا الكبرى كانت موقعاً لمبارزة مذهلة في الجو والقاع.
ومكنت هذه المطاردة الصيادين من المشاركة في أداء صقورهم الرائع. تجربة تجعلهم فخورين وتقوي عزيمتهم للصيد والروابط بينهم. ولا شيء.